من أهم أسرار السعادة وانشراح الصدر أن يتذكر الإنسان ما لديه من نعم قبل أن يتذكر ما لديه من هموم وأحزان. فالنعم لا تدرك ولا يشعر الإنسان بقيمتها إلا بعد الزوال. لذلك تفكر في نفسك، ستجد بأنك تملك من النعم ما لا يملك غيرك الكثير. فاحمد الله وكن من الشاكرين، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فمن أكبر أسباب الشقاء في الدنيا هو أن الإنسان يفكر دائما بما لا يملك، لذلك تجده دائما بضيق وحزن. فلو فكر قليلا بما أنعم الله عليه لعاش منشرح الصدر. كان أحد السلف أقرع الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين، وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال له: مما عافاك الله؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك الله؟ فقال: جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. فهذا الرجل تفكر بالموجود وعلم أن الله تفضل عليه بالكثير من النعم، فعاش منشرح الصدر. فيا رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لذلك أكثر من قول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ.